السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين الكرام، متابعي قناة من الآخر خلاصة، معكم محمد نور الدين. ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين بعد انتهاء مباريات اليوم الجمعة 12/5/2023 في الجولة، بداية الجولة 35 من الدوري الفرنسي. اليوم لانس فاز على استاد ريمس 2-1 على دفاع لانس. فرانكوفسكي ضربة جزاء في الدقيقة 39 وسيكو فوفانا في الدقيقة 55، هدف استاد ريمس عن طريق فولارين بلغوم في الدقيقة 23. غدا السبت عندنا مباراتين، منهم مباراة باريس سان جيرمان أمام أجاكسو الساعة 10 مساء بتوقيت مصر ومكة المكرمة، والمباراة على قناة بين سبورتس اتش دي 2 الثانية العادية. خلينا نتعرف على ترتيب فرق الدوري الفرنسي وترتيب الهدافين. متصدر الدوري الفرنسي باريس سان جيرمان المركز الأول 78 نقطة، لانس المركز الثاني 75 نقطة، مارسيليا المركز الثالث 70 نقطة، موناكو المركز الرابع 64 نقطة، ليل المركز الخامس 59 نقطة، رين المركز السادس 56 نقطة، ليون المركز السابع 56 نقطة، نيس المركز الثامن 51 نقطة، لوريان المركز التاسع 51 نقطة، استاد ريمس المركز العاشر 50 نقطة، كليرمونت المركز 11 50 نقطة، مونبلي المركز 12 43 نقطة، تولوز المركز 13 42 نقطة، ستراسبورج المركز 14 35 نقطة، بريست المركز 15 35 نقطة، أوكسير المركز 16 34 نقطة، نانت المركز 17 32 نقطة، أجاكسو المركز 18 23 نقطة، تروا المركز 19 22 نقطة، وأنجيل المركز 20 والأخير 14 نقطة. بالنسبة لترتيب الهدافين متابعينا الكرام، وتصدر الهدافين ألكسندر لاكازيت لاعب ليون المركز الأول 24 هدف، يتساوى معه كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، والمركز الثاني جوناثان ديفيد لاعب ليل 21 هدف، والمركز الثالث فولارين بالغون لاعب ستاد ريمس 19 هدف، ولويس أوبندا لاعب لانس. اشترك في القناة، فعل زر الجرس، اعمل لايك للفيديو. متابعين الكرام، كان معكم محمد نور الدين، نراكم في فيديو اخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.